I now give the floor to the distinguished representative of International Organization for the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. سيد الرئيس، هذا بيان مشترك بين المنظمة الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري ومركز جنيف الدولي للعدالة. نوقشت في هذه الدورة قضايا كثيرة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في أماكن كثيرة من العالم، منها الانتهاكات التي تحصل ضد المدنيين في سوريا، إذ يتعرضون يوميا لأبشع أنواع الانتهاكات لحقوقهم الأساسية، خاصة جراء القصف بالطائرات والمدفعية الثقيلة، وما يجري من تفجيرات في المناطق السكانية والاعتقالات واسعة النطاق. لكن ما نود أن نلفت انتباه المجلس إليه هو ما يحدث في العراق الذي يغيب عن مناقشات المجلس رغم الانتهاكات الجسيمة المنتظمة وواسعة النطاق، حيث توثق منظماتنا انتهاكات يومية ضد المدنيين يصل كثير منها إلى جرائم ضد الإنسانية. ومن أهم ما يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد ما يجري من عمليات تطهير عرقي في محافظة ديالى العراقية منذ سنوات، وقد تصاعد في الآونة الأخيرة. سيادة الرئيس، نحن نطالب بإرسال لجنة تحقيق دولية للتقصي حقيقة كل ما يجري من انتهاكات، كما نطالب بتعيين مقرر خاص لحالة حقوق الإنسان في العراق. شكراً.